إدارة النادي كإدارة تنفيذية عاملة إجراءات احترازية قوية وممتازة للمحافظة على اللاعبين. يعني ودايما حتى سواء إدارة النادي كابتن الخطيب، إدارة نشاط الرياضي كابتن رؤوف، دايما بيقولوا إن ظفر لعيب أهم من بطولة. فدي دي جملة يعني عندنا هي مهمة جدا جدا، فإحنا بنحاول نحافظ على لعيبتنا بالالتزام بالإجراءات اللي محطوطة من قبل إدارة النادي. بدأنا الحمد لله من 1/7 بنشتغل في ملاعب خارجية، معظم شغل يعني نقدر نقول بدني، مع بنعمل بريك داون لشغلنا في الباسكت الأوفنس والديفنس. الأمور ماشية كويس، روح معنوية كويسة، الولاد التزام درجة تقريبا تقرب من 100%، فالدنيا ماشية كويس. وبس الوقت شورت شوية بالنسبة لنا. اي حد بيلبس فانيلة النادي الاهلي بيبقى مهيئ نفسيا ان هو ينافس بقوه، فدي بتدي له روح وبوزيتيف انرجي عالي. فزائد ان انا معايا جهاز، يعني جهاز كبير وعريض وكله بروميسنج، والحمد لله الحمد لله يعني قايمين بالنقطه دي كويس قوي. يعني قد يكون الديفو في حاجتين، في الاعداد البدني وفي الاعمار. فأصغرنا المتوسط الأعمار، نزلنا بيها يمكن نزلنا حوالي 4 سنين، وده معدل كبير. فالحمد لله الحمد لله عندنا دلوقتي فرقة نقدر كمان مثلا تدعيمة واحدة أو بتاع 10 سنين يعني تبقى منافس قوي جدا جدا في كل البطولات. طبعا طبعا إن شاء الله هتحصل بإذن الله بإذن الله. أنا لغاية دلوقتي غير مهيئ تماما أن أنا أعمل مباراة، أنا لسه ما اشتغلش في الباسكت تقريبا، وهدخل يعني ملعبي بصورة رسمية 1/8. فوقت المباريات الودية قليل، لازم لاعبي النادي الأهلي يبقى ملتزم بيها، وهي إنه لازم دو سمسنج يفيد فرقته. مش مهم هو لعب قد إيه، مهم هو بيدي إيه. لازم يحترم جدا جدا، نحترم جدا جدا المؤسسة اللي إحنا بنشتغل فيها، اللي هي أكبر مؤسسة في الشرق الأوسط كله. فالفانيلا دي غالية جدا جدا جدا، فبالتالي لازم كل واحد يقتل نفسه على المكسب، إنما المكسب والخسارة فيها توفيق من ربنا. يعني في عامل كبير جدا جانب الشغل توفيق، انما الاصرار على انك انت تكسب، اصرار ان انت تحافظ على الفانيلا، يعني احترامك للقيمه الكبيره جدا احنا بنشتغل في النادي الاهلي، كل دواء بأذكر بيه لعيبتي. وانا عارف كويس قوي ان هم كل واحد فيهم عارف قيمه الفانيلا وهيكافح قد ايه علشان ان شاء الله ان شاء الله نكسب في ظل المنافسه القويه ان شاء الله.